مرحبا بكم في حلقة جديدة من حصتكم ولدنا تحت جناحنا. موضوع اليوم هو موضوع مهم جدا، هو موضوع الكذب، لو مونسونج. إذا اليوم حنتكلموا على شكل من أشكال السلوك المنحرف لكن حسب العمر، يعني الكذب بالضبط. لازم نعاود ونربطوه مثله مثل أي صفات أخرى، وحسب السن. الطفل قبل 3 سنوات لا يكذب لأنه لا يتكلم. الأب اللي يصوني تليفون ويقول لوليده قل له ما كاش، قل له ما كاش، فهو راح يقول له أو يقول لك ما كاش. حصة ولادنا تحت جناحنا الموجهة للأولياء هذا الأسبوع تتطرق لموضوع الكذب عند الطفل، لو مونسونج شي لونفون. إذا الكذب احنا عندنا في نهاية الابتدائي والمتوسط خاصة، هي علاش التلميذ يكذب؟ لماذا؟ يعني الكذب تفصل، عندي طفلة واحدة في عمرها 7 سنين. الله يبارك. عن نتائج تحدث الكذب. يا أولياء لازم ما تكونوش قباح مع أولادكم باش يخافوا يقولوا لكم، لازم يجوا يصارحوكم على حسب واش قالوا الأخصائيين، ولازم تكونوا قرب من ولادكم والحوار ثم الحوار. إذا تقدروا تتواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا عبر صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. استنونا في الحلقة المقبلة فيها نصائح أخرى تعاونكم باش تربيوا ولادنا. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. حنان لا مغلولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم أمان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها.